كريم كامل كمال نبطية. أنا بشتغل كنت بالكهرباء، مجال كهرباء، تحديات كهربائية وهيك شغلات. اتصل في المندوب تاع الفيتاس جمال ترانسبان وعرض علي الفكرة، فإنه مش متعامل معاملة بنكية، كنت بالأساس إنه ياخذ كارد وما كارد يعني. بس الشباب هني اهتموا بهذا الموضوع، قالوا يا أخي اتكل على الله وما في مشكلة، بتحسن وضع شغلك، بتحسن عملك، بتحسن الأمور اللي أنت عايش فيها، حياتك بتصير أفضل. فأخذت منه أول كارد، اشتريت فيه عدة وصرت اشتغل فيهم، تحسن الوضع، بصير كنت مسكر كاردي. رجعت مرة تانية أخذت كارد تاني اشتريت فيه ربيت فيات. فتطورت مصلحتي شوي، كترت قيمة شغيلتي وقيمة مصلحتي بالعدة وغيره. بعد منها لما أخذت الكارد آخر شيء فكرت إني أفتح محل بنفس البضاعة اللي أنا بشتغل فيها، يعني المصلحة اللي بشتغل فيها. وعلى هالأساس هيدا مش الحال، يعني كانت القصة كثير معينة يعني بالشغل. إنه أنت عم تاخذ مصاري ضمن شغلات إنك أنت عم تسكرهم على مهلك وعم تستفيد من أرباحهم، عم تشغلهم بالسوق. أنت ما عندك الإمكانيات إنك تحطها بس لحظة من اللحظات بتكون. قبل كنت إني عم بشتغل ضمن إمكانياتي أنا، بس وقت اللي تحسنت عندي الإمكانيات شوي تحسن وضع شغلي أكثر، المدخول تحسن، كل شيء تحسن عندي، والدليل إنه أنا فتحت محل يعني، ولا كنت بعدني محل. اسمي سناء ربات، لي 12 سنة بشتغل بالبرادة، لأنه بحب الديكورات، بحب إنه أعمل أشياء كتير منيحة، وكنت ساوي أنا للأهل والقرايب. وبدك رأس مال، بدك مال، وأنا كان بوقتها ما معي، يعني ما كان معي شيء، كان عندي مكنة صغيرة مشي حالي فيها يعني، بس أو مش أكتر من هيك. بس لما عرفوني على البنك الجمال وفي بقدر اخذ كارد وكذا، اخذت كارد 500 دولار، اشتريت ماكينتين انا، كان باسمي اللي يعني عم تحكي من 13 سنه كمان، يعني مجرد ما اقول بدي كارد او بدي اي شيء كانوا كثير منيح معي، ويجوا دغري على البيت وما يقولوا لي لا، ويساعدوني كثير، ساعدوني لوصلت لها، لو ما هني ما وصلت انا ابدا. وسع شغلي وكبر شغلي اكثر، صرت استلم يعني شغلي منيح، يعني لو ما بقدر اعمل هالشيء ما بكفي بوقف خلص، لانه انا مني، انا من شغلي انا بسد، مش انه باخذ من وليدي او من حدا او شيء، لا شغلي الي خاص فيه انا بسد فيه. كنت عايشه عقدي، هلا صرت انه الحمد لله انه شايفه اكثر. انا محمد فتوني، من بلدة بفلاي قضاء صور. أنا كنت أشتغل عند العالم، وبعدين لما صرت عندي ثقة بنفسي إني قادر أفتح مصلحة، حبيت إني أفتح على حسابي، فتقدمت من كارد فيتاس، وصدقاً كان عندي محل مبني من حجارة والوحزينكو من فوق، ما كان في عندي سقف. بعد منا بفترة الحمد لله لما كان عندي مصداقية معهم، عم باخذ القرض، عم سد بالوقت، عم بزيدوا لي القرض، صار عندي مصلحه، استاجرت محل اكبر، وسعت، وهلا هيدا الحمد لله اشتريته انا ودفعت حقه يعني. القرض فيتاس يعني كانه جزء مني، لانه هن اللي وقفوا حدي بايام الصعبه، وبعدهم مكملين، وان شاء الله نحن بيهم مكملين، لانه مصلحه بتعتز دعم، ومنا ننافس اللي بيجي من برا باذن الله. وعم نتعب الحمد لله، بس انه منورط لاولادنا شيء حلو. لينا حمامس من بلدة كفر تبنيت، بعمل اكل جاهز ومونة. درست، تجوزت، تركت، فهذه كملت دراسة لارجع وقف على اجري من اول وجديد، بس كان عندي ميول حول الاكل اكثر من التعليم. الوضع هون بالمنطقه بياخذوا فكره سيئه دائما عن المراه المطلقه، يعني ما بيرحموها. لما بلشت بالاكل كان له خلفيه كثير قويه، وهي الوالد الله يرحمه، انه كانت مهنته هو شيف، فاخذتها مهنه لإلي لحتى يكمل مسيرته له هو. كان انه اجباري بدي اتامن مدخول لانه انا ابني معي، بس انا لازم انا اقوم بهذه المهمه، ما حدا قدران يساعدني. فوقتها لجأت لفيتاس وقدمت على قرض وسهلوا للموضوع. فكانت بالبدايه معاهم من حوالي 6 سنين.
كانت خطوة ما ندمت عليها ولا لحظة. أنا بعتبر أنا هني وقفوا جنبي أكثر من حدا غيرهم ما وقف جنبي.